للحديث حول القضية السياسية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي والعراقي السيد زياد السنجري. أهلا بكم سيد زياد. بداية، موقع المونيتور الأمريكي ذكر أن عددا من قادة حزب الدعوة يدعون لعقد مؤتمر عاجل لتوحيد صفوف الحزب من جديد. كيف ترى توقيت الدعوة وإلى أي مدى يمكن أن يحقق المؤتمر هدفه في ظل الخلافات الكبيرة بين قادته؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. الدعوة إلى عقد مؤتمر شامل لكل أعضاء حزب الدعوة أتى بأوامر مباشرة من إيران. هناك استحقاقات داخل العراق في العملية السياسية وتوزيع الوزارات في الفترة المقبلة، ونعتقد بأن حزب الدعوة يهيئ لعملية كبيرة جدا مطلوب من عنده من حزب الدعوة تحديدا وبقية الأحزاب المقاربة لحزب الدعوة أن يقوموا بطلب إخراج القوات الأمريكية من العراق ورفع النفوذ الأمريكي بكل السبل المتاحة من داخل العراق لتأمين خطوط الاقتصاد مع إيران وتوفير العملة الصعبة التي يقومون بشرائها الآن من الأسواق. لذلك حزب الدعوة يدعو الكل إلى ترتيب البيت الداخلي، خاصة مع نهاية الانتخابات البرلمانية مما أدى إلى تفكك واستحداث كتل جديدة داخل الحزب نفسه. طيب، هل تعتقد أن حزب الدعوة فيما لو توحد يمكن أن يحوز على حقائب وزارية تمكنه من السيطرة على الحكومة؟ وإن حدث هذا الموضوع، كيف ترى رد فعل الشارع العراقي الذي طبعا يائس من إدارة حزب الدعوة للبلاد، إضافة إلى كافة من شارك في هذه العملية السياسية؟ بكل تأكيد بأن الوضع خلال السنوات السابقة كان وضع مأساوي لكل العراقيين. اليوم سيختار عادل عبد المهدي كابينة وزارية، سيحاول قدر الإمكان إبعاد الأسماء أو الأسماء المكررة في الوزارات السابقة أو الحكومات السابقة، لكن ذلك الأمر صعب، خاصة وأن حزب الدعوة كما أسلفت لديه تعليمات واضحة بأن يكون يستحوذ على معظم الوزارات أو القرارات السيادية داخل العراق. عادل عبد المهدي سيكون لعبة أعتقد لا أكثر، لأن الفتح وحزب الدعوة هم من يسيطرون عمليا داخل البرلمان، والصدر مهما ذهب بعيدا لن يخرج عن الخط الإيراني، فسيصطدم بالخطوط الحمراء التي وضعتها إيران، وذلك لأسباب كثيرة لا يمكن شرحها الآن. ولكن بكل تأكيد بأن حزب الدعوة أمام قرارات كبيرة سيتم اتخاذها، لذلك سيعمل على استحواذ أكبر عدد من الممكن وخاصة الوزارات القيادية. ذكرت نقطة قبل قليل سيد زياد، وهي موضوع توحد حزب الدعوة يجعله يفكر بقضية إخراج الولايات المتحدة أو إبعادها عن العراق حتى يكون متاح لإيران أن تلعب يعني بالأوراق الاقتصادية أو غيرها. لكن هل هذا الخيار متاح؟ ألا تعتقد أن الولايات المتحدة التي جاءت بإيران والتي جاءت بهؤلاء لديها مقدرة على فرض إرادتها ويعني سطوتها في العراق بشكل أو بآخر؟ بكل تأكيد هناك استحقاقات دولية وهناك خط طائر للمؤسسات الأمريكية، ربما في المرحلة المقبلة هناك اصطدام متوقع كبير مع الإيرانيين لأسباب كثيرة، لربما إرادات حلفاء لأمريكا مثل السعودية مثل إسرائيل اليوم لهم مشتركات في إضعاف إيران وفرض اقتصاد حصار اقتصادي عليها، خاصة وأن إيران دورها السلبي معروف لدى الجميع. ولكن نعتقد بكل وضوح بأن إيران اللاعب الأساسي، هي من اختارت الرئاسات الثلاثة في العراق، هي من ستجعل الكابينة الوزارية موالية لها بطريقة أو بأخرى. نعتقد بأن العراق الذي يمتلك حدود خط حدودي هائل مع إيران، العراق الذي هو القاضة الخلفية لإيران، العراق هو العملة الصعبة لإيران والتسويق الهائل للبضائع الإيرانية داخل العراق. أبسط شيء بأن المواطن العراقي له
ثمن يدفع ثمن الفيزا الإيرانية أضعاف ما يدفعه الإيراني للدخول للعراق، مليون زائر إيراني دخل العراق. نعتقد بأن الروابط بين إيران وبين العراق الجديد، العراق حزب الدعوة اليوم للأسف روابط كبيرة وكثيرة جدا، لا يمكن للإيرانيين أن يتخلوا عن هذا الملف لحساسيته، ولأنهم سيضربون الحصار الاقتصادي عليهم في المستقبل القريب. في سؤال الأخير لك أستاذ زياد، عادل عبد المهدي ليس من حزب الدعوة، شخص يعني يدخل إلى العملية السياسية بعيدا عن هذا الحزب الذي حكم العراق لهذه الفترة منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة، ما الذي قد يتغير في شكل الحكومة القادمة أو في سياستها؟ لا يوجد تغيير فعلي أو جوهري، هناك شكلي نعم، هناك تكتيم إعلامي من عادل عبد المهدي لاختيار الوزراء، لكنه بكل الأحوال لن يذهب بعيدا عن الفلك الإيراني. عادل عبد المهدي من المجربين، عادل عبد المهدي رئيس وزراء سابق، نائب رئيس وزراء سابق عفوا، عادل عبد المهدي تكلم أيضا أحد الوزارات، وعادل عبد المهدي هو بطبعه وبأيديولوجية عادل عبد المهدي هو تيار حكمة، هو حزب الدعوة، هو كل الأحزاب الشيعية الإسلامية المرتبطة بإيران، لذلك لن يخرج عن الإرادة الإيرانية بكل الأحوال، ولن يستقر الوضع العراقي في زمن عبد المهدي عكس ما هو يذهب به المحللين، وهذه وجهة نظرنا وقراءتنا للأمور. سيد زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.